السلام عليكم. غانتس: إيران ضاعفت قدراتها التخصيبية في منشأة فوردو 3 مرات. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس يوم الثلاثاء إن إيران ضاعفت قدرتها التخصيبية في منشأة فوردو النووية 3 مرات. جاء ذلك في إحاطة قدمها غانتس لسفراء مجلس الأمن ودول اتفاقية إبراهيم في الأمم المتحدة وفق قناة كان الإسرائيلية الرسمية. وقال غانتس: عدد أجهزة الطرد المركز المتطورة التي بحوز إيران كبير جدا. وأضاف: في منشأة فوردو حيث يحظر على إيران تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الذي لا تزال تحت طائلته، ضاعفت طهران قدرتها على التخصيب 3 مرات في العام الماضي. وتابع غانتس: أكبر عامل لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط هو إيران، فهي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب وسباق التسلح على حد قوله. وقال: أعتقد أنه يمكن منع هذا وأن وقت العمل قد حان الآن. تهدد إيران الاقتصاد العالمي وموارد الطاقة، وتؤثر على أسعار الغذاء والتجارة وحرية الملاحة والاستقرار في الشرق الأوسط. إذا كان لديها مظلة نووية فإن الوضع سيزداد سوءا وخطورة. وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد، وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه كارثة استراتيجية لإسرائيل. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.